القضيه وشرفاء القضيه وتحيه نضاليه وتحيه نضاليه والاطر الصحيه والاطر الصحيه والاطر الصحيه والاطر الصحيه وتحيه نضاليه والنقابه والنقابة حتى هي والنقابة حتى هي والمدير سمع مزيان والمدير سمع مزيان والمدير سمع مزيان والمدير سمع مزيان والإطار لا يوهان والإطار لا يوهان النقابي لا يوهان النقابي لا يوهان الاتحادي لا يوهان الاتحادي لا يوهان والمكتب لا يوهان والمكتب لا يوهان والمدير سمع مزيان والمدير سمع مزيان والوزير سمع مزيان دابا دابا مصطفى سماح الكاتب العام للنقابي لمديرية التنظيم والمنازعات الكاتب العام للنقابي الإدارة المركزية جينا اليوم باش نفذوا الوقفة الاحتجاجية المركزية بمشاركة المكاتب النقابية الإدارة المركزية والمكاتب النقابية للجهة للاحتجاج على التضييق الذي يعاني منه في هذه المديرية من طرف المدير وبعض أتباعه والذي شرعنا في الاحتجاج عليه منذ أكتوبر 2021 إلى الآن وسنستمر في الاحتجاج إلى حين النصر إن شاء الله. تأتي هذه الوقفة الاحتجاجية في إطار البرنامج النضالي الذي أصدره المكتب النقابي بعد الاجتماع الذي عقده مع السيد الكاتب العام لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية والتي تم خلاله استعراض جميع المشاكل التي نعاني منها ووعدنا بإجراء بحث في الموضوع ودعوتنا لحوار ثاني إلى أنه بعد مضي 15 يوما على ذلك لم تكن إشارات إيجابية في هذا الإطار وقررنا بعد طول انتظار أن نواصل معركة النضالية هذا الأسبوع باعتصام نفذه المكتب النقابي البارحة وبوقفة احتجاجية اليوم وسنواصل البرنامج النضالي ابتداء من الأسبوع المقبل بمحطات نضالية وأشكال نضالية نوعية وغير مسبوقة وطويلة الأمد إلى حين النصر. والإطار لا يوهان والإطار لا يوهان نقابي لا
لا يوهان النقدي لا يوهان الاتحادي لا يوهان الاتحادي لا يوهان والمكتب لا يوهان والمكتب لا يوهان والمدير سمع مزيان والمدير سمع مزيان والوزير سمع مزيان والوزير سمع مزيان.